هذا شارع النجفي. شنو وضع شارع النجف هسه؟ والله هو تعبان كان، بس شوية تنظيف أحسن. يعني كانت انقاض الشوارع ومسدودة ومخربطة الشوارع، بس هسه الحمد لله أحسن. بس شنو هم بعد ينراد، يعني ينراد المحلات يرجعون، ينراد اللي مثلا اللي عنده غراض، اللي عنده محلات يقدر يسدها يرتبها يرجعون، لأن يعني ما العالم تتعاون زحمة يرجع الوضع. مطالباتكم الحكومة؟ لا والله والله تعويض، لأن احنا محلاتنا كلها اشتعلت، ويعني كلها مليانة بضاعة، متروسة بضاعة وكلها اشتعلت. يعني فحم عندنا محلنا هنا وأربع محلات داخل العمارة كلها فحم، ونريد من جماعة هذول أكو أطفال صغار نسوان دائما يلملمون من المحلات، يفوتون يبوقون يسرقون يعني من داخل المحلات. ريدي يخلون محل احد يراقب، احد حراسه، اي شيء، لان اكو ناس خطيه ما يقدرون اصلا يجون، ما عندهم احد مثلا يرجع على محلهم ينظفوا شيء. فعاد تنباق كل الاغراض، اللي اي محل ما مفتوح يعني سهل البوق، عاد تنباق منه الاغراض. طلباتكم من الحكومه شنو؟ ولازم يعني يعوضون، والعالم حتى العالم ترجع على محلاتها تبني تشوف، لان الوضع هسه حيل تعبان، والمال على ما يجي يعني انراد له فد مره تعب. وهذول الصغار يعني ما الحراميه يعني يجون ياخذون كثير اغراض مال محلات العالم، يفوتون المحل يعني يشوفه مفتوح ياخذ منه غراض ويطلع، وعادي ما حد يحكي معاه، ماكو اي محاسبه اي مراقبه، ماكو انراد لهم حراس، انراد تنتشر قوات بين المحلات بين الافرع، لان فد مره عاد تنشال الغراض وما حد عايش، يعني ما حد عي يراقبهم، ما حد عي يجي شلون يصير عليهم امر. والله اخوي شارع نجفي اساس الموصل، شارع نجفي تراث، وكله مكاتب وكله قرطاسيات، وسع عين فون بي. فالارجو من اصحاب المحلات يرجعون يربرون محل احسن ما يعطي ايجار غادي 500000 400000، يجي يربرون محل احسن ما يدفع ايجار غادي، والناس عاد ترجع. واحنا عندنا الشهر الحمد لله وباب الصلاه يفتحوا عين فهم به ويعمروا. فارجو من الناس ترجع على محلاتها، تنظف محلاتها، ترتبها، تضربها، هذا اللي يدوم لهم. والله مطالبات من الحكومه يا اخي العزيز، ان شاء الله بس يعوضونا، يعوضون هاي الناس المضروره، يعوضون هاي المدينه القديمه. الناس تعبت يا اخويا، ما عاد احد، الناس لحد الان جو الانقاذ ما طلعوها، اكو عوائل لحد الان احنا نعرفه جو الانقاذ لحد الان ما طلعوهم. فنطالب من الحكومه انه يذهبون على البلد هذا.